انتي في الويدنج بقى بتفضلي برضو ان انتي بتحطي ميكس؟ ولو بيضة بيبقى بينكات بقى. بينكات وبيبقى على حسب اللوك برضو اللي انتي عاملاه، يعني على الالوان بتاعت الاي شادو اللي انتي عاملاها. بتزوديش البلاش شوية على اساس ان المدة ما كنت بقولك احنا عاملينه بيز اللي هو الكريمي. بيفرق طبعا في البراند، يعني البراند اللي احنا مستخدمينه بيفرق جدا في البلاش. فما بتقلقيش ان هو لو ليه البيز الكريمي اللي احنا عاملينه مع الفونديشن بيبقى بيقعد، يعني مفيش قلق. لا لا بقى نعمل الليب لاينر. برضو احنا ممكن نعمله الاول بالكونتور. ممكن تعمليه بقلم عادي بس انا بحب اعمله بالكونتور قوي. دي الفرشة اللي انت كنت بتعملي بيها شبه الفرشة اللي كنت بتلميكي بيها العين. اللي هي الحاجات اللي بتبقى بنسل شوية دي او اللي هي سم بتبقى حلوة قوي في التحديدات. لو في اي سؤال تسلم ايدك وعد. استعملتي كونتور ايه في الكونتور ده بتاع ميك اب فورت. بس انت ممكن تستخدمي الليب لاينر العادي نفس الدرجه برضه، تجيبي قلم عادي وتعملي بيه نفس الشكل. الليب لاينر القلم بس يبقى لا، خلينا في الدرجات دي، الدرجه اللي هي بتبقى البني شويه دي بتعمل لك نوع الايلاينر والكحل. الكحل نوعه سكين تاتش، والايلاينر احنا استخدمنا انجلوت. ايه تاني؟ الحته اللي انت عملتيها في النص دي بقى ايه؟ السمك شفايف وبتديها فوليوم اكتر. طبعا ايه اللي انا بقولك لما تبقي مزوده شويه في العين بتقللي شويه مهدي شويه في اللبس ده. برضه ده لون بلاستيك. ده نوع ايه؟ ده لوردن بيري. اسمه ايه؟ لوردن بيري. لوردن بيري؟ في ناس بتسأل بتقول عروسة ولا موديل؟ لا موديل. عروسة ما بتقدرش تطلع ده. بجد؟ طبعا العرايس بيبقى ليهم شوية خصوصية في التجهيزات. والموديل بتبقى مطيعه قوي ما بتعملش اي حاجه. لا مش كلهم. هي بس جميله. لا اقصد ما بتقعدش تتحرك بقى وتبقى مبسوطه فرحانه العروسه بقى تبقى كده، يعني تبقى اكسايتد قوي، والاوضه كلها بتبقى عندنا وبيقعدوا يتكلموها في مليون موضوع ويزهقوها. والاغاني بقى والتسقيف كلها. بس برضه الزينات دي برضو بتبقى مهمة قوي ان احنا نعملها، يعني اللبس ده يبقى وصل هو من غير ما يعرض الشفايف من تحت. ده نفس فكرة الفيكس بتاع ميك، بس ده من براند تاني اسمه اوفرا.
هو نفس الفكره برضه. بتحط كده في الاخر. واحده بتقول لي لما بحط كومباكت باودر بتبقى شكلها كيك انا مش بتبقى حاطه فاونديشن. بتستخدم ايه؟ كومباكت باودر. بيبقى شكلها كيك برغم انها مش بتحط فاونديشن. ممكن الكوفر بتاعها تقيل وتستخدم حاجه بعدها زي دي كده. ده الفيكس ده بيلغي اي شكل بيبقى شكله كيكي على الوش او باودر كتير على الوش. نوع البلاشر بقى. البلاشر احنا مستخدمين اوفرا برضو. بتروحي محافظات؟ بنروح محافظات، كل المحافظات بس بنروح يعني. برضه ده اونلاين اسمه؟ الايه؟ لا لا ممكن تلاقيه، ممكن تلاقيه في ستور هنا. انا بقى قبل الفيكس المروحه دي لو انت حاطه حاجه محتاجه تنشف على طول بتستخدميها كده على الوش. زي ما هي قالت نوع البلاشر. البلاشر هوريكم الشكل البالت نفسها. بلاشر يا جماعه. شوف في اسئله كتير قوي. برضو ايه يعني الاضاءه بالنسبه للشكل بتاع العين. وصراحه كل خطوه بتتحط بتنور اكتر، بتفرق. واحده بتقول لك ليه ما فيش مصففات شعر وفي شباب بس كتصوير؟ لا في كتير قوي، في بنات شاطرين جدا. محمد بيقول لك تسلم ايدك. تسلم. عشان نهدى شويه. كنت مستنياك تيجي والله. عايزه انزل شويه لما نسخن
بدخل الفتح السنة جوه او بمشي مع نهاية العين بس. قولوا انت رأيكم بقى، قولي طبعا رأيك. جميل تحفة السبراي اللي انا قلت لك عليه امبارح بنرشه، بس لو عروسه بقى عندها تصوير بالنهار ويوم طويل بنحط السبراي اللي هو ده في الاخر خالص بنرشه، عشان بقى نبقى متاكدين ان الميك اب يفضل ثابت معاها مع اي حركه او كده. احسن فاونديشن للبشره المختلطه، احسن فاونديشن للبشره المختلطه على حسب برضه هو يعني هيبقى دراج ستور ولا هاي اند. بس احنا عندنا مثلا ممكن تستخدم فيت مي بتاع ميبلين، ده كويس. في رمال ده كويس جدا، في براند حلو قوي برضه بنوته كانت بتاعت لي ده. هو يا جماعه فاونديشن ده ممكن نستخدمه للبشره المختلطة أو البشرة الدهنية. هبقى انزل لكم اللينك بتاعها، هبعتهولك وهنزل لك اللينك بتاعها. عايزين نشوف الايه درجة الوش، عايزين نشوفها. في عرايس بتطلب منك انك الروج يبقى جلوسي مش مات. بس الجلوسي ببقى محتاجه منها ان هي تبقى يبقى معاها جلوسي تزود منه لو كلت او حاجه. بس انتي شخصيا تفضلي المات؟ بحسه احسن جلوسي. ممكن نزود جلوسي كده وممكن شكلي يبقى عامل ازاي؟ بصوا هي الدرجه اسمها بازار، الجلوسي كمان في اللوكات اللي هي بتبقى برونزاج كده وفيها نمعة بتدي شكل احلى بكتير. مش كده؟ ده نفس ماركة نفس البراند بتاع الليبستيك ده اسمه فينتي. تمام. هو برضه من الجلوسي الحلو اللي بيقعد فترة طويلة يعني مهما كلتي وكده. فانتي اونلاين برضه؟ ممكن اونلاين، وفي ستورز هنا في مثلا ممكن تجيبين الستور اسمه كالرز. تاني الاسعار يا جماعه بقى ايه انبوكس. طب محمد بيقول لك ظبطي الكاميرا، مش انا عدلتها بعد جميلة. عمر ممكن الايلاينر كمان اللي احنا يعني لو انت ايدك برضو لسه في الايلاينر مش بتبقى ماشية قوي، في الايلاينر اللي هو بالشكل ده اللي هو برضو شبه القلم. يعني مثلا ممكن تيجي هنا لو انت عايزة تسحبي شوية العين بره. بتمشي مع نهايه الاي شادو لغايه الاخر ولا لا؟ مش يعني حدي بس صاحبه للعين. ما فاونديشن يبان ناتشرال على البشره، ممكن تستخدمه في اثنين.